عشر للقعدان المحليات الأصايل لسن الإذاع. مسافتنا هي المقررة المعتادة 5 كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول من يأتي بالمقدمة مزعج لمحمد بن صالح آل سعيد الكثيري في مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. يلي مباشرة في ثاني المراكز مشاهدين الكرام في هذا التقدم هنا من يأتي هملول زايد بن مطر بن ثابت بن محمد الدوسري. المقدمة والصدارة مشاهدين الكرام يتواجد سراب عبد الله بن مبارك بن علي الشامسي. هو مع مقدمة الشوط يسيطر بالمقدمة، يسيطر بالمركز الأول. المركز الثاني هملول لزايد بن مطر بن ضابط بن محمد الدوسري. انتقل مباشرة مع المركز الثالث ومن يأتي مزعج محمد بن صالح آل سعيد الكثيري مع المركز الثالث. رابع المراكز يأتي مشاهدينا الكرام مياس سهيل بن محمد بالحب العامري مع المركز الرابع. خامس المراكز مشاهدينا الكرام من يأتي في هذا الانطلاق وتواجد مشاهدينا الكرام على المركز الخامس هنا مشعل سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي مشاهدينا الكرام مع المركز الخامس. سادس المراكز أرى مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاق المميز هنا من يتواجد في هذه اللحظات زواد محمد بن سعيد بن منانة بن غدير الكتبي من يأتي مع المركز السادس. سابع المراكز وصول هنا مشاهدينا الكرام من مياس سعيد بن نابت بن خيلة العامري. والمركز الثامن وصول من هملول محمد بن مظفر بن محمد بن خموشة العامري مع المركز الثامن. تاسع المراكز مشاهدين الكرام أرى هملول عبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي. وفي المركز العاشر وصل ظبيان لسيف بن مسفر بن راشد العميمي. هكذا النداء الأول للمراكز الأولى المتقدمة دعناها كاملا مكملة. نعود مع بن عية مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع المسار الأول سراب. السراب بهذا الانطلاق تعود الملكية عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي مع مقدمة الشوط. ما زال في المركز الأول يسيطر بمقدمة الشوط. المركز الثاني مشغل سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي يرافق هذا الانطلاق. سراب مشغل في ثاني الانطلاق تعود الملكية سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي. المركز الثالث وصول مشاهدينا الكرام يا سلام هملول زايد بن مطر بن ضابط بن محمد الدوسري. والمركز الرابع غير مياس مع المركز الثالث وانتقل انتقالة ممتازة تعود الملكية مشاهدينا الكرام ملكية مياس في هذا المسار. سهيل بن محمد بالحب العامري مع المركز الثالث. خامس المراكز ياتينا هنا مزعج محمد بن صالح آل سعيد الكثيري مع المركز الخامس. المركز السادس من ياتي مشاهدينا الكرام طاغي محمد بن احمد بو عوان المنصوري مع المركز السادس. سابع المراكز وصل مياس سعيد بن نابت بن خيله العامري. وفي ثامن المراكز هملول عبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي. تاسع المراكز ياتي مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات ظبيان سيف بن مسفر بن راشد العميمي. والمركز العاشر من ياتي مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق والمسار ياتينا هنا اللي هو سلهود محمد بن عوض بالكيله العامري او مشاهدينا الكرام اللي هو هملول فايل بن حليس بن حسيبان العويسي. نعود مع مقدمه الشوط مع المركز الاول الانطلاق الاول صدارة المقدمة مقدمة الشوط مشاهدينا الكرام مشعل مشاهدينا الكرام مشغل أو سراب مع المقدمة مع صدارة هذا الانطلاق. مشغل مع البداية تعود الملكية سعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي هو مع بداية الانطلاق. ولكن سراب ما يسلم المهمة. سراب يرافق مشغل بصدارة الشوط بمقدمة الشوط. سراب لعبد الله بن مبارك بن عية الشامسي هو مع البداية. هو مشغل ينفرد بصدارة هذا الانطلاق. المركز الثالث وصول مشاهدينا الكرام مياس سهيل بن محمد بالحب العامري قادم في ثالث المراكز. والمركز الرابع ندخر ونشوف اللي في المركز الرابع قادم بكل قوة هنا يتواجد مشاهدينا الكرام مزعج في هذه اللحظات ولكن يغير مياس سعيد بن نابت بن خيلة العامري. وأيضا في المركز الخامس مشاهدينا الكرام وصل هملول عبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي. والمركز السادس وصل مشاهدينا الكرام اللي هو مزعج محمد بن صالح آل سعيد الكثيري. وأيضا من ظبيان سيف بن مسر بن راشد العميمي. يا سلام يا ترى لمن الفوز والناموس في هذا الشوط. قدوم هنا مشاهدينا الكرام من طاغي محمد بن احمد بو عوانه المنصوري. وايضا تقدم هنا من اللي هو مشاهدينا الكرام هملول محمد
هملوا اللي فايل بن حليس بن حسيبان العويسي، ولكن بعود مع البداية، بعود مع مقدمة الشوط، بعود مع صراع الأقوياء 1200 متر يفصلنا عن خط النهاية، يفصلنا عن ناموس هذا الشوط. يا ترى لمن الفوز والناموس في هذا الشوط؟ المقدمة والصدارة مشغل وسراب في صراع الأبطال، في صراع الأقوياء منذ الانطلاق على صدارة الشوط والكيلومتر الأخير. وما زالوا مشاهدينا الكرام الأثنين في صراع قوي، في صراع الأبطال على المقدمة وسراب يتسلل مع المقدمة، يستلم المركز الأول، يستلم الانطلاق الأول. سراب لعبد الله بن مبارك بن عي الشامسي مع مقدمة الشوط، مشغل لا يقل أهمية. شعار بن حمد الشيتي واجد، سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي مع المركز الثاني اللي هو مشغل، وصول هنا وتقدم من مياس، سعيد بن نابت بن خيلة العامر يصل مياس، سهيل بن محمد بن حب العامر، الكل بادي ينطلق. هاملوا لعبد الله بن صالح بن هزيم المزروعي، حان موعد صدار الاوامر، حان موعد الاعلان الرسمي لمن الفوز والناموس. اسرام مع المقدمه، اسرام مع البدايه، اسرام مع المركز الاول، اعلن مغادره هذا الشوط، اعلن المركز الاول، شرد بناموس هذا الشوط. يا سلام يا بن، يا سلام على هذا الاداء المميز. كفايه للسراب لعبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي، مسيطر على الاوضاع باكملها، اقرب للفوز بهذا الشوط. المركز الثاني ان لم يكن لسعيد بن نابت بن خيل العامري كلام، ثاني يا سلام مياس في ثاني المراكز، ولكن يغادر بناموس هذا الشوط، يعلن الفوز والانتصار، يهدي التهنيه مالك عبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي، واسعد الله صباحك يا ابو مبارك على هذا الفوز والانتصار والعرض الجيد الجدا الذي قدمه. اسراب لعبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي المركز الثاني، مياس سعيد بن نابت بن خيله العامري المركز الثالث، وصل اللي هو ظبيان سيف بن مسفر بن راشد الحميمي المركز الرابع، سهيل المركز الرابع، هملول عبد الله بن صالح بن هزيم المزروع المركز الخامس، وصل سهيل بن محمد بن حب العامري. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الكرام، هكذا كان التحدي والاثاره، ولكن الفوز والناموس يهدى لمن يستحق في هذا الشوط اللي هو سراب لعبد الله بن مبارك بن عي الشامسي. 7 دقائق 55 ثانية وفاء وتماما، تهانينا وناموس لك يا عبد الله بن مبارك يا بن عي الشامسي على هذا الفوز والانتصار. من حلة ثانية المشاهدين الكرام اللي هناك مياس سعيد بن نابت بن خيل العامري، 7 دقائق 55 ثانية وفاء وتماما، تهانينا وناموس. من أتى في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام ظبيان سيف بن مسفر بن راشد الحميمي، او المركز الثاني مشاهدينا الكرام، 7 دقائق 56 ثانية. من اتى في ثاني المراكز اللي هو مياس سعيد بن ناوت بن خيل العامري، اما من وصل في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام هنا ياتينا ظبيان سيف بن مسفر بن راشد الحميمي، 7 دقائق 59 ثانية، 6 من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.